وينضم إلينا هاتفيا الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور إكرام، بعد التحية، اجتماع مرتقب غدا في القاهرة لبحث فتح معبر رفح، كيف ترى ذلك في ضوء الثوابت التي أكدت مصر عليها في هذا الشأن، وأيضا في إطار التواجد الجانب الإسرائيلي والأمريكي أيضا؟ يعني خلينا نقول ان مصر بتبذل جهودها المكثفه ومنذ بدايه الازمه، الحقيقه منذ قرابه 8 اشهر حتى الان، وما زالت الجهود المصريه بتبذل وعلى مختلف المستويات، سواء على المستوى الانساني، على المستوى الدبلوماسي، على المستوى السياسي. كل دي جهود مقدره من جانب مصر. بالنسبه لمعبر رفح، نجد ان اسرائيل بتسيطر منذ فتره، وبعد اجتياح منطقه رفح بتسيطر على الجانب الفلسطيني، وده بيعوق الحقيقه ادخال المساعدات الانسانيه من جانب مصر، لان في هذه الحاله السيطره من الجانب الاسرائيلي على الجانب الاخر من المعبر. ولذلك يعني كان في مقترح باستخدام، هو فعلا ما تم هذا ما حدث، يعني استخدام معبر كرم أبو سالم، وهو معبر بري أيضا، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة. إذا مصر بتتحرك على كافة المحاور، سواء المحور الإنساني أو السياسي أو الدبلوماسي، الإعاقة دايما بتأتي من الجانب الآخر. إحنا بنشهد الآن أن في محاولات الحقيقة لإحياء المسار التفاوضي، وبالمناسبة مصر بذلت جهود كبيرة في هذا المسار التفاوضي وفي الوساطة وفي التقريب بين وجهات نظر الطرفين، بحيث يتحقق لكل طرف أهداف يسعى إلى تحقيقها. نعم. احنا بنأمل أن اللقاء الذي يحدث غدا يمثل اختراق في هذا الإطار، وبجهود مصرية الحقيقة نأمل أن يتم التوصل إلى حل، وخصوصا في ضوء المقترحات التي قدمت من جانب الرئيس الأمريكي. نعم، كيف قرأت ما بين سطور المقترح الأمريكي الأخير للهدنة، والذي ينص بالطبع على إطلاق سراح عدد من المحتجزين، وأيضا توقعات حضرتك في ظل تصريحات الطرفين المتتالية والتي تشير إلى تمسك كل طرف منهم بموقفه حتى اللحظة، وهو بالطبع ما تسبب في تعثر المفاوضات حتى هذه اللحظة؟ يعني خلينا نقول ان في اي عمليه تفاوضيه لكي تنجح لابد ان تتحقق مكاسب للطرفين المتفاوضين، وان تكون هناك ايضا ضمانات، بمعنى اخر الا يستاثر احد الطرفين بكافه المكاسب، والا تكون هناك ضمانات للالتزام بما يتم الاتفاق عليه. المقترح ده الحقيقه يعني هو ممكن أن يحدث في بعض التعديلات، وربما هذا ما نتوقعه في لقاء الغد، يعني بمعنى أن إطلاق سراح المحتجزين والرهائن يفترض أنه بيتم على مراحل، ومراحل زمنية متتابعة، ويقابلها أيضا التزامات من جانب الطرف الآخر، بقصد الطرف الآخر هنا يعني الجانب الإسرائيلي. فإسرائيل بهمها في المقام الأول إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، ولكن هناك أيضا تخوف من الجانب الفلسطيني، ما الذي يضمن أنه إذا تم إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، ما الذي يضمن أن إسرائيل ستستمر في الالتزام بإيقاف إطلاق النار، وألا تعود مرة أخرى إلى القتال في غزة؟ نعم. ودي الحقيقة المراوغات اللي هي متكررة من الجانب الإسرائيلي. نعم، أشكرك. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.